معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا الناشط في التظاهرات من بغداد سيد علي عزيز. مرحبا بك سيد علي، أطلعنا لو سمحت على التطورات الآن في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها في بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم بالنسبة السلام. للتطورات عندنا الميدانية بساحة التحرير، الأعداد عندنا بتزايد، ساحة التحرير أبد ما قل العدد فيها ولا نقص. عندنا فرق الأحرار بين يعني المنطقة المحصورة بين جسر الأحرار جسر السنة وقرب البنك المركزي العراقي، دائما يضربونه ولحد قبل ساعة ونص كذلك ضربونا بالقرب جسر الأحرار. الأعداد زايد، وبالنسبة أنا أود أن أبين المتسببين ردا على الاحتفال المزعوم لحد الان يعني الاحتفال المفروض حسب ما قال عبد المهدي غد تكلم الاستقاله، متفقين من هاي الاستقاله وانا قطعت انقل عن لسانه، هاي الاستقاله ما تعنينا اي شيء يعني، احنا ما انتفضنا ضد شخص عادل عبد المهدي ولا حتى بالتحديد، احنا انتفضنا ضد العمليه السياسيه برمتها من عام 2003 ولغايه الان. سيد علي، فقط لنؤكد ما قلته قبل قليل لأن الصوت لم يصلنا بشكل واضح، قلت يعني ضربتكم القوات الحكومية قرب جسر الأحرار والسنك والبنك المركزي في هذه المناطق؟ نعم بالضبط، قبل ساعة ونص إلى ساعتين ضربت القوات يعني بالرصاص والغازات قرب جسر الأحرار. نعم نعم بالرصاص والغازات. نعم سيدي، كلها بالرصاص الحي والغازات. هل سجلت في هذه الساعات، هل سجلت ضحايا يعني من شهداء وجرحى حتى الان؟ لحد الان لا، ما سجلت عندنا ضحايا، لكن عندنا حالات اختناق بسبب استنشاق الغاز. نعم، طيب كيف انعكست احداث النجف والناصريه على المتظاهرين؟ ويعني انعكست هذه الاحداث في لديكم في بغداد وفي ساحه التحرير خصوصا؟ طبعا انا يعني يمكن خبرتك قلت لك احنا عندنا الاعداد بتزايد والاعداد بتزايد مستمر، وهذا كله احنا اخذنا هاي الطاقه الايجابيه مع الاسف نقول من 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 لما بنشوف ابنائنا واخواننا كيف يقتلون وكيف يذبحون بالنجف وبالناصريه خصوصا. احنا عندنا اليوم عدد شهداء محافظه بقار الابيه لحد امس المغرب كان 54 شهيد رسميا، هذا غير شهداء اليوم. طبعا شهداء اليوم كذلك الان انا اتكلم وياك وضرب رصاص حي ضرب مركز شرطه الناصريه الرئيسي داخل المدينه الان حاليا. اما النجف اخي، النجف الان يعني الان في قرب مركز شرطه الناصريه هناك اطلاق رصاص حي الان؟ نعم سيدي، حاليا اتكلم وياك. نعم. حاليا ضرب مركز شرطه الناصريه ضرب رصاص حي على المنتفضين. إذن بعد أن قدمت ذي قار عشرات الشهداء أمس وهذا اليوم تقدم يعني شيوخ عشائر في المحافظة من الناصرية طالبوا بإقالة الحكومة ومجلس النواب وكتابة دستور جديد، كيف تقرأ دخول شيوخ العشائر على خط الثورة؟ احنا هذا اللي نرجوه من عشائرنا، احنا اللي نرجوه انه عشائرنا هاي الأصيلة العشائر العربية ان تنتزع دورها اللي سلبته اياها الميليشيات. اخي احنا عندنا بلد ميليشيات، بلد تحط احزاب، عندك اليوم محافظة النجف اللي هي محافظة النجف الاشرف، اليوم صارت ثالث على التوالي محتلة من قبل ميليشيا سرايا عاشوراء، محتلة ومتمركزة حول ما يسموه القنوات في مرقد. اخي اي مرقد؟ محمد باقر الحكيم. نعم. يسموه مرقد. طيب احنا الشهداء كل شهيد من عندنا نطالب اليوم انه اذا استشهدنا تكتبون على القبر هذا مرقد. نعم. يا اخي سرايا عاشوراء، قناطين فوق المرقد يضربون يقتلون اهل النجف. بزي مدني، لا قوات الامن يعني تستطيع ان تتقدم، ولا قوات مكافحه الشغب، قوات الكواد، لا المتظاهرين، لا الشعب، الله اكبر. عملية احتلال محافظة النجف من قبل عصابات عمار الحكيم. يعني ذكرتم موقفكم سيد علي في بدء حديثك عن استقالة عبد المهدي، يعني هل ستكتفون بهذه الاستقالة المعلنة حتى الآن لم تنفذ يعني إجرائيا، كيف تنظرون إليها؟ كلا نهائيا. نحن لا نكتفي،
هذه الاستقالة هي عبارة عن خطوة في طريق التغيير. احنا الآن منتصمين ضد العملية السياسية كلها، هم يعرفون هذا الشيء، هم الآن بيراوغون لي يعني عملية مراوغة ومماطلة معانا، يغيرون عادل عبد المهدي، عندهم مرشح عزة الشاه بندر، والآن عندنا تسريبات انهم مرشحين السيد نجيب الجابر كذلك اللي كان أمين عام حزب الفضيل. أخي احنا هذه الأسماء كلها ما تعني، احنا اليوم نطالب بحل البرلمان، نطالب احنا بإسقاط هاي العملية السياسية، انقاذ وطني بإشراف دولي، إجراء انتخابات حرة ونزيهة على شرط أن كل شخص دخل إلى قبة البرلمان وإلى الحكومة وتعين واشتغل وسرق وفاسد هذا ممنوع يرشح نهائيا. زائدا كل شخص من أشخاص الحكومة اللي يحملون الجنسيتين راح نقيم عليهم دعاوي، وإحنا يوم غد راح نقيم دعوة قضائية على عادل عبد المهدي بصفته إضافة إلى وظيفته عند ناطق رسمي صرح باسمه، لذلك إحنا قايمين دعوة عليه وفيها ثلاث تهم موجهة ضد عادل عبد المهدي وضد عبد الكريم خلط اللي ينطق باسمه. شكرا جزيلا لك من بغداد الناشط في تظاهرات ثورة تشرين سيد علي عزيز.